هذا اليوم الرائع جدا، يوم التتويج بالنسخة رقم 41 من الدوري العام المصري. النجم الكبير كابتن سمير عثمان، ازيك يا كابتن سمير؟ اهلا وسهلا كابتن سمير، حضرتك فيك. كل الكلام لله. اللي قلته قبل المباراة حصل، الحمد كل لله. الكلام اللي... وبالمناسبة كابتن سمير انفرد بالكلام بسؤالي لما سألته عن هنلعب بالقوانين الجديده ولا القوانين القديمه في الدوري. هو ساعتها لو حضراتكم تفتكروا الكلام ده كان من شهر، اعتقد من شهر، أو شهر من شهر وشويه كمان، من شهر. لا قبل البطوله، قبل البطوله، قبل البطوله، قبل بطوله كاس الامم الافريقيه. حضرتك قلت لي لا هنلعب، وساعتها قلت لي سؤال كويس ان ما حدش هيساله، كل الناس دلوقتي بتسال في هذا السؤال، ان احنا لعبنا بالقوانين القديمه. متالق ودايما هايل. شكرا كابتن سليم، ربنا يخليك. قبل الماتش قلت لي ان كابتن محمد عادل هيطلع نجم المباراه، هل بالفعل بالنسبه لك كابتن محمد طلع نجم المباراه؟ الحمد لله محمد طلع نجم المباراه، هو معاه محمود ابو رجال وطلب، وبرده نادي الامر الدوله وسيد حمزه وعبد العزيز السيد. زي ما قلنا المباراه صعبه، وخاصه كل ما الهدف كان هيتاخر المباراه تزداد صعوبه على الحكم، انما محمد الحمد لله قدر المباراه. بصراحه من وجهه نظري انا كانت مباراه رائعه، تعامل بيها كابتن بحاجتين بصراحه، بهدوء قوي قوي بصراحه، بهدوء قوي وده يحسب له، وحاجه تانية بتركيز شديد. يعني النهارده احنا اتفرجنا محمد اول خطا حسبه كان في الدقيقه، ده طقم الحكام طبعا. اول حكم، اول حاجه النهارده محمد حسبها كان في الدقيقه دقيقتين ونص، نفس المعيار اللي محمد كان بيحسبه في بدايه المباراه هو في نص المباراه وهو في نهايه المباراه. وتحس انه كمان ايه يا كابتن، كان هادي جدا. ما تنرفزش، ان انت عارف الحكم هو اللي بيعلي رتم المباراه، هو ممكن يعني يصدر الازعاج للعيبه ويخلوهم في حاله نرفزه، او اللي احنا بنقولها مثلا يبقى اللعيب يبقى تنشن في الملعب. لا محمد النهارده الحمد لله كان هادي، استغل طبعا لياقته البدنيه. ومحمد من الحكام الموجودين في مصر شغال بمبدا ايه، اخدم نفسك بنفسك. محمد ده محدش بيتكلم له خالص على فكره، ده واحد لوحده. يعني طبعا في حاجات كتيره مر بظروف كبيره جدا، تحدى صعب كتيره جدا لغايه ما وصل المكان اللي فيه. فانا بصراحه النهارده انا سعيد باداء محمد بالظبط يعني. وهو يعني تمام. في مكان حساس يعني، بس عشان التحكيم، والحمد لله ربنا عوضه خير باللي احنا شفناه بصراحه ده النهارده. فيستحق الحقيقه ان يكون واحد من نجوم المباراه النهارده. بالظبط، النهارده محمد فنياته عاليه جدا، حتى لو احنا جايبين حاله من الحالات، من الحالات الصعبه جدا اللي هي الهدف النادي الاهلي احرزه. الهدف النهارده النادي الاهلي احرزه كابتن اسلام، اللي هي الكره الاولانيه دي كان. لا يا كابتن دي اوف سايد يا كابتن. لا لا اوف سايد، فين بس؟ اوف سايد فين بس يا كابتن؟ يا كابتن سمير، اوف سايد على لو الفرقه الثانيه، لو المهاجمين اصفر تبقى اوف سايد. اوف سايد ولا ضربه جزاء ولا ايه بالظبط؟ ما هنا دي بقى النقطه اللي انا بقولها بقى. النهارده محمد يعني يستخدم خبراته، طبعا انا بهزر يعني عشان ما تاخدوش الكلمه وتقولوا ده بيقول اوف سايد. لا ما فيهاش تسلل طبعا خالص، طبعا ما فيهاش تسلل، دي واضحه للاعمى يعني. بالظبط. النهارده محمد استخدم خبراته يا كابتن ليه؟ لان ممكن هنا في كوره زي دي محمد واقف طبعا مبدئيا التسلل، لا طبعا كل لعيبه النادي الاهلي المهاجمين قصادهم اثنين مدافعين على الاقل من اللعيب المقاولين. مظبوط. فاي حاجه هتحصل بعد كده خلاص، خلاص ده كله في موقف سليم. تمام، الكره سليمه 100%، سليمه 100%. ومحمد هنا بقى استخدم ايه، في تقل جامد قوي مش اي حكم يعملها. ما كانش دخل، كان هيحسبها ضربه جزاء بنسبه 100%. هي ضربه جزاء الحقيقه يعني، بس عمل عليها ريسك عالي جدا، هو اللي كان هيتحمله لوحده. تمام، حكم تقيل مش اي واحد يعمل، انا خاصه في الكور فيها ركلات جزاء لا احسبه خلاص. تاخد بالك ازاي اللعيب ضيعها، ضيعها خلاص مش بتاعتك انت. جت جون. انما عشان هو محمد لعب كوره وفاهم بصراحه، امر باستمرار اللعب في كوره زي دي. تمام، وبعد كده تم احراز من هدف سليم يعني. تقصد طبعا الكره اللي زي ده توفيق، ده بالظبط زي زي اللعيب توفيق. بص هو واقف فين فشايفها 100%، رائع، هو شايفها كده ومقدرها كويس جدا، لان هو شايف الزاويه من ناحيته، هو شايف مدافع المقاولين محمد سمير اعتقد اللي هو الاعاده كمان هتبان من ورا، هتلاقي محمد وهو طاير ولا مره من ورا ليه يعني، من ورا واضحه جدا عارف يعني. اكيد فيها لا واحده هتيجي من ورا، هتلاقي دراعه اليمين نازل على الكوره. بس قرار محمد بصراحه باستمرار اللعب، وهو ده يبقى يعني قرار مميز ليه. شابوه كابتن محمد دعاء. بالظبط، بعد كده دي من ضمن الحالات طبعا. هنا ده هنا في خطا حسبه طبعا على وليد. طبعا خطا ده لو هنتفرج عليه هتلاقي زاويه محمد برضو. بص هنا كره، هنا ما فيش خطا على لاعب المقاولين. لا بص في عقب بتاعت رجل وليد الشمال بالظبط، بالظبط كده. وبتاع المقاولين زكي برضو خط خطوه قدام، فشيء طبيعي كان لازم يخبطه. تمام، بعد كده ده الخطا الاولاني، بعد كده في الكره الثانيه.
كرة تانية دي بس بهدوء بس كده. دي بقى ولا فيها تعديل جديد ولا قديم. ده في لمس كرة باليد متعمد من اللي بتاع المقاولين، فالراجل حسبها هندبول على طول عشان الناس بس ما تحصلهاش خلط. احنا ما زلنا في القانون القديم وهنجيب كوره خالص خالص، وهنجيب كوره من الكور باين. طبعا مفيش لعيب طبعا ايديها تبقى مرتفعه كده يا كابتن اسلام طبعا، فيها تعمد، فطبعا قرار سليم. وهنجيب كوره برده تقول تبين برده ان برده ما زلنا احنا بنلعب في القانون القديم، وان محمد صاحي على فكره محمد صاحي جايبينها من الكوره بالظبط كده. ماشي هنشوفها دلوقتي. بعد كده دي في كرة في نص الملعب احنا بنتفرج عليها دلوقتي. بص هنا مبدأ اتاحة فرصة وبعد كده صفر او الماء فاول. هنا بص يا كابتن محمد احنا بنتكلم في نص الشوط الاولاني، المسافة ما تقلش عن 3 متر لمحمد عادل. قريب جدا قريب. وهنا بقى اتكلم بقى محمد النهاردة استخدم روح القانون، روح القانون في حاجات كتيره جدا. في كور النهارده على فكره ممكن اي حكم تاني يديها انذار، ولو ادى انذار هتمشي معاه ما فيهاش مشكله. بس هو النهارده بيلعب بفكر تاني خالص بقى، هو مش عاوز يبقى طرف في اي مشكله من المباراه وبيطبق القانون صح. والدليل على كده النهارده ما فيش ولا اعتراض على محمد عادل، خلينا ما اخطاش تقريبا بالظبط كده. واللعيبه كمان ولعيبه كابتن اسلام برضو مقتنعين بيه وبشخصيته. بالمناسبه والزمالك كسب اعتقد 2-1 مش كده؟ 3-1 3-1 3-1 تمام. كسب الاسماعيلي يعني 3-1. كمل اتفضل. بعد كده في الكره الثانيه طبعا هي ده فاول سليم طبعا على لعيب النادي الاهلي. وبرده دي من الفاولات برده اللي بيحسبها واحد لعيب كره يا كابتن اسلام. لان اول حاجه انت ممكن تحسبها حاجه عكسيه. بص طبعا الفنت اللي عامله رمضان ده طبعا بيطلع لعيب بره بوزيشن وبتبقى فاول، وده برده مساعده محمود ابو رجاله هتلاقيه ساعده في الكره دي، هو رافع معاه. احنا في الشوط الاولاني محمد حاسب حوالي 25 فاول خطا، يعني بواقع كل دقيقتين في خطا. كان زي احنا قلنا الماتش صعب صعب قوي يعني، لغايه طبعا ما جه الجول الثاني الماتش ابتدى يفك. هنا بقى دي الكره يا كابتن ان هم طاقم الحكام هنا انا مش متحيز له، بس متحيز لنجاحهم وشطارتهم. تمام. الناس النهارده بص خلاص لعبنا خلاص ضربه مرمى خلاص اوكي. بص الكره هتتلعب بقى عشان نبين القانون القديم والجديد. تمام. بص لعيب استلامها منين يا كابتن؟ استلمها من هنا. فاكر النوع الجديد لانه اتفرج على البطوله تقوم هو فاكر الجديد، فقال له لا رجع تاني يعني عشان الكره بالظبط كده، عشان الكره لازم ايه شغالين تطلع بره طبعا. احنا شغالين على القديم، شغالين على القديم. واللعيب طبعا يعني اتفرج على البطوله كلها بتاعت افريقيا كان على الجديد. هيجي بقى الحكم اللي جاي اجنبي صح؟ الحكم اللي جاي في ماتش الاهلي والزمالك اجنبي. عارف جنسيته ولا لسه؟ لا عرفت جنسيته. نقوله دلوقتي لما نرجع بقى عشان تبقى قدام الناس كده، عشان ده هيبقى سبق. اتفضل يا كابتن. بعد كده في برضو هنا في كرة احنا جايبين الكرة دي برضو يا كابتن. بص المعيار بتاع الفاولات كله هو واحد وقريب، ومساعدة برضو محمود ابو الرجال. لان خلي بالك كابتن اسلام كمان العيب اول ما بيتحسب له فاول اول حاجة بيشوف الحكم حسب ايه، لو ما حسبش بيبتدي اعتراض. لما تلاقي اللعيب وهو بيقع تلاقي الصفارة طالعة، يبقى خلاص يبقى خلاص بيجيب كورته وبيكمل. تمام. اللعبه اللي بعد كده، اللعبه اللي بعد كده ده اخر خطا بالصالح نادي المقاولين برضو كان فيها. بص المسافه كابتن مش ضربه جزاء. لا 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 بره. لا لا بره بره. انا جايب البوزيشن بتاع محمد عادل وهو بيحسبه. خلي بالك انت بتحسب فاول على فريق على 18 ومحدش بيتكلم. مظبوط محدش بيتكلم. ليه بقى؟ من بره واضحه، هي من بره طبعا من بره، بس هو واقع جوه ده شيء طبيعي طبعا. تمام. محمد قريب منها جدا، فلا يمكن هتدي اي مجال للعيب انه يعترض. بصراحه انا النهارده شايف يعني التحكيم نموذجي من الطاقم كله بصراحه، تحكيم نموذجي بجد يعني. يعني ده يفضل افضل المباريات اللي لعبها محمد عادل، وده يستحق بيها انه ينهي مشواره السنه دي في بطوله الدوري. كم بس سنة الله اعلم. محمد 40 سنه لسه يعني قدام 4 لسه، وعنده بطوله ان شاء الله الشهر الجاي، بطوله الالعاب الافريقيه رايحه اول بطوله يعتبر يشارك فيها اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اتمنى له رب التوفيق وهو بقيه الحكام المصريين بصراحه يعني. وانا بصراحه كنت يعني كان نفسي المباراه القمه حكم مصري يديرها، مفترض مثلا محمد معروف تبقى تكريم ليه مشوار عامله السنه دي كويس، البنا امين عمر الغندور ابراهيم نور الدين اي حد، مش عاوز انسى حد بصراحه من الحكام الدوليين. فرصة. هو مين اللي هيديرها المباراة الأهلي؟ أنا بقول للأسف يعني، للأسف هيبقى حكم من المكسيك. حكم مكسيكي، حكم مكسيكي يعني. حكم مكسيكي لمباراة الأهلي والزمالك. بالظبط.
سيزار راموس، وده حكم لعب في كاس العالم، لعب حوالي 3 مباريات، وكمان لعب نهائي كاس العالم انديه 2017. ده انفراد هنا الملعب الاهلي يا كابتن سمير، ما اعتقدش ان حد عرفها لان معلومه. سيزار راموس، سيزار راموس سيزار راموس سيكون حكما، بناء على معلومات للكابتن سمير عثمان، سيكون حكما لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. وعاوز اقول لك بصراحه عشان لسه يعني ما جايش القاهره. لا لسه لسه، وعاوز اقول لك كمان المعلومات دي بتجيلي من واحد غريب جدا بصراحه. هتقول يعني ده مصدرك؟ لا لا، المشكله ده حقه على فكره، عشان ما بخص حقه، ما سهل قوي اقول انا اللي جايبه، انا مش جايبه واحده ولا الاهلي يعني. ما هو اكيد حد، بس ده مصدر يعني. لا لا، مصدر عادي جدا، وانا والله مصدر عنده معلومات كويسه، وحكم درجه اولى على فكره. اسمه محمد ربيع، لان الولد ده علاقاته بالحكام الاجانب كلها كويسه جدا. حتى لو انت عرفت ازاي، قال انا كلمته. كلم سيزار راموس، احتمال بعد اللي احنا نقوله دلوقتي الحكم هيتغير خلاص، بس انا بقول لك ده هو كلمه يعني شخصيا يعني. انا كنت اتمنى ان اي حد من الحكام السبعه الدوليين يلعب المباراه دي بصراحه. حكم مصري؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لا مش ايه المشكله، في ظل الاجواء دي وفي ظل الحاجات دي انا اعتقد ان الامر هيبقى صعب جدا يا كابتن، الا لو من الاول تم اتخاذ قرار من اتحاد كره القدم ان المباريات دي. اتمنى يا كابتن اسلام اعلى نسبه حكام مصريين، اعلى حكام، نسبه حكام اجانب بيلعبوا في الدوري المصري السنه دي زياده عن 27 طقم حكم، كتير قوي يعني. انا طبعا اتمنى مع حضرتك ان شاء الله ان الحكام المصريين، لان النادي الاهلي خلي بالك خلال هذا الموسم، وحضرتك كنت معانا طوال هذا الموسم، ما سجلش اعتراضات، دائما يساند الحكام المصريين، دائما ما يساند الحكام المصريين، ولكن في النهايه مباراه الاهلي والزمالك، عشان يعني ما نضع الحكام خارج اي حزبه اي كلام. بالظبط. وفي نقطه برضو يا كابتن، طالما ان ده يعني كانت مباراه الحسم للنادي الاهلي، انا خلال يعني البرامج اللي انا جيتها كلها في حاجات كتيره جدا كانت على النادي الاهلي قلناها، ولصالح النادي الاهلي ما كانش ليه النادي الاهلي حق فيها، وبرضه قلناها سواء اهداف او ركله جزاء. بالظبط. دايما انا هنا في الملعب الاهلي من خلال اتفاقاتنا مع الاداره ان احنا هنقول اللي احنا شايفينه بس. بالزبط. وهو ده اللي احنا دايما بنقوله، لان نبض الجمهور يعني ما ينفعش تضحك على الجمهور يعني. بالظبط كده، هو ده. فانا طبعا بشكرك، ويعني ان شاء الله يوم الاحد كمان نبقى بنحتفل ان شاء الله، نحتفل ونشكر كل الناس اللي ساهمت خلال موسم، لان ده موسم طويل جدا جدا، يمكن انا حضرت نصه، لكن برضو بالنسبه لي من شهر واحد لغايه شهر 8 تجيت في فتره صعبه قوي. جينا في فتره صعبه، لكن في النهايه عدى الدوري العام المصري، وفاز النادي الاهلي كالعاده بالدوري رقم 41. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، شكرا. اتمنى لك يا رب كل التوفيق، واتمنى لكل الحكام المصريين التوفيق خلال الفتره اللي جايه. افعال وليست اقوال هي سياسة النادي الأهلي، دائما ما ستكون هذه السياسة، هي دائما بصل لها كقناة النادي الأهلي أو كملعب الأهلي. الحقيقة دائما أفعالنا وليست أقوالنا هي من تدل على أن النادي الأهلي سيظل دائما كبير، وسيظل النادي الأهلي دائما فوق الجميع. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وألف ألف ألف مبروك للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي، هذا الجمهور الرائع والعظيم، وهذا الجمهور الذي له الدور الأكبر الحقيقة في فوز النادي الأهلي بهذا الدرع، وله الدور الأكبر دائما دائما في فوز النادي الأهلي بكل البطولات. فالأفعال وليست الأقوال، خلي اللي يتكلم يتكلم، وخلي اللي يقول يقول، ويظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وألف مبروك، وإن شاء الله نتقابل خلال الأيام القادمة. أنا مش عارف لسه هبقى موجود مع حضراتكم إمتى، ولكن نتقابل خلال الأيام القادمة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.